ما تقعد في نادي الاهلي 4 5 شهور ممكن تاخد تالت علم عادي، ما ت... يعني ما ت... ما تزعلش ما ت... لا او مش ما تصدقش، لا صدق انه لو قعدت في نادي الاهلي ممكن بعد 4 5 شهور عادي جدا تلاقي نفسك بتاخد ميداليه برونزيه بشكل يعني طبيعي. هو مش ندمان ان هو جه النادي الاهلي يعني؟ ندمان واضح، ندم واضح، واضح ان هو ندمان. شايف الندم؟ ندم غير طبيعي، هيشبع بطولات. ده بعد شهرين اخذ برونزيه كاس عالم. لو قعد 100 سنه في انديه ثانيه هيشبع. لا لا مفيش. احنا خلينا نتكلم عن الاهلي، احنا مش شهرين ولا حاجه، ما احنا بقالنا لا 4 5 6 شهور يعني. الراجل برضو ادب. احنا في ناس يعني فاكر القندوسي، فاكر لما جه خد برضو. لكن هذا هو النادي الاهلي، ودائما ما يكون النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذا الاداء الرائع. مسمى انا سميته اسلام تفضل. جنه الارض. النادي الاهلي جنه في الارض حقيقي. كل ما تتخيله هتلاقيه في النادي الاهلي. مظبوط. احمد، ماتش اللي جاي، ولازم اتكلم عن الماتش اللي جاي.